السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ مراد زايد من مدارس الملك عبد العزيز النموذجية، مدرس مادة الفيزياء للصف الأول ثانوي. نحن في الفصل السابع بعنوان الجاذبية، وفي الدرس الثاني بعنوان استخدام قانون الجذب الكوني. تحدثنا في الدرس السابق عن حساب السرعة والزمن الدوري للحركة المدارية للأقمار الاصطناعية. ننتقل اليوم لدراسة أهداف أخرى تربط انعدام الوزن مع أجسام في حالة سقوط حر، تصف مجال الجاذبية. المفردات: مجال الجاذبية، تسارع الجاذبية الأرضية. مر معنا سابقا تسارع الجاذبية الأرضية، رمزنا له بالرمز G وقيمته 9.8 متر لكل ثاني تربيع. ومر معنا كذلك قانون نيوتن الثاني الذي يتكلم أن القوة تساوي الكتلة في التسارع. ومنه وبالتعويض في قانون الجذب العام نستطيع الحصول على قيمة مجال أو تسارع الجاذبية الأرضية. ومن قانون الجاذبية قوة الجاذبية بين أي جسمين اتفقنا أنها بتساوي ثابت الجذب الكوني كتلة الجسم الأول، ولتكن كتلة الجسم في كتلة الكوكب الذي يجذب هذا الجسم، نختار كتلة الأرض مثلا، على المسافة بين الجسم والأرض، يعني مركز الأرض اللي هي نختارها بالرمز R تربيع. الآن راح يكون هذا يساوي الوزن، يساوي قوة الوزن FG، ومن هنا الوزن يساوي حاصل ضرب الكتلة في تسارع الجاذبية كما أسلفنا سابقا. كتلة الجسم راح تروح مع اليمين مع اليسار، راح يتبقى انه مجال الجاذبية الأرضية يساوي ثابت الجذب الكوني في كتلة الأرض على مربع المسافة أو البعد عن مركز الأرض. إذا راح نقول انه تسارع الجاذبية الأرضية اللي هو رمزنا له بالرمز جي يساوي ثابت الجذب الكوني جي كابيتال لتر في كتلة الكوكب اللي هو اخترنا انه نتكلم عن كتلة الأرض على نص قطر الكوكب إذا بنتكلم عند السطح. إذا بنتكلم عند سطح الأرض راح يكون البعد بين الجسم والكوكب اللي هي المسافة اللي هي تساوي نصف قطر إيش الأرض. ننتقل إلى تسارع الجاذبية عند ارتفاع ما عن سطح الأرض. نستطيع الحصول على تسارع الأجسام تحت تأثير الجاذبية الأرضية، لكن ليس على السطح عند ارتفاع عن مركز الأرض. عن ارتفاع عن مركز الأرض راح نسمي تسارع الجاذبية ونرمز له بالرمز A. الآن هذا حيكون يساوي ثابت الجذب الكوني في كتلة الأرض على مربع البعد عن مركز الأرض. أما عند السطح تسارع الجاذبية الأرضية اتفقنا رمزنا له بالرمز G كمان يساوي ثابت الجذب الكوني في كتلة الأرض على مربع نص قطر الأرض، كونه متكلم عند السطح. إذا هذا عند ارتفاع R عن مركز الأرض، وهون عند G عند السطح. من خلال العلاقة العكسية بين مجال الجاذبية أو تسارع الجاذبية الأرضية والبعد، العلاقة عكسية مقام مع بسط عكسية بالتربيع، بنحصل على هذه العلاقة اللي هي مجال الجاذبية الأرضية أو تسارع الجاذبية الأرضية يساوي تسارع الجاذبية عند السطح في النسبة نص قطر الأرض على البعد عن مركز الأرض
الكل تربيع، وهو ما يوضح أنه كلما ابتعدنا عن الأرض فإن التسارع الناشئ عن الجاذبية الأرضية يقل تبعا لعلاقة التربيع العكسية. سؤال: ماذا يحدث لوزنك كلما ابتعدنا أكثر عن الأرض؟ كتلة الإنسان اتفقنا أنها ثابتة لا تتغير، ولكن وزن الجسم راح يتناقص كل ما ابتعدنا عن الأرض، والسبب أن كل ما ابتعدنا عن الأرض راح يكون تسارع الجاذبية راح يقل نسبة العلاقة العكسية مع التربيع للبعد بسبب تناقص جذب الأرض. انعدام الوزن، لاحظ في الصورة التالية عندما يدور مكوك فضائي على ارتفاع 400 كيلو متر فوق سطح الأرض فإن تسارع الجاذبية الأرضية راح يقل ويصبح تقريبا 8.7 متر لكل ثانية تربيع، وهي أقل بقليل عن قيمتها على سطح الأرض، وهذا يعني وجود قوة جذب للمكوك من الأرض تجعله يدور حولها. ومع هذا يكون رواد الفضاء في حالة تدعى 0G، أي انعدام الجاذبية، فنحن نشعر بوزننا عندما نضغط على الميزان مثلا، سيؤثر علينا بقوة تلامس. وعندما تكون أنت والميزان والمكوك مثلا تتسارعون بالكيفية نفسها حول الأرض وبنفس الاتجاه فلا توجد قوة تماس تؤثر فيك، وقتها يصبح وزن الجسم الظاهري، وزنك الظاهري، مساوي للصفر، وتشعر وقتها بانعدام الوزن. ذكرنا هذه الحالة سابقا في الوزن الظاهري عند سقوط الجسم سقوطا حرا، عند سقوط الجسم سقوطا حرا قلنا أن وزنه الظاهري سوف يصبح صفر. مجال الجاذبية الأرضية، وضع العالم فاراداي مفهوم مجال تفسير كيف يجذب المغناطيس الأشياء، وبناء عليه طبق مبدأ المجال على الأجسام والكواكب، فكل جسم له كتلة محاط بمجال جاذبي، أي أن المجال الجاذبي هو المحيط أو الحيز الذي يحيط بالجسم ويبين فيه أثره قوة جذب. العلاقة الرياضية للمجال الجاذبي، اتفقنا قبل قليل أن مجال الجاذبية عند ارتفاع محدد يساوي ثابت الجذب الكوني في كتلة الجسم المركزي الموجود في مركز على مربع البعد عن مركز هذا الجسم. نعرف مجال الجاذبية، المجال الجاذبي يساوي ثابت الجذب الكوني مضروبا في كتلة الجسم مقسوما على مربع البعد عن مركز الجسم، واتجاهه دائما حيكون في اتجاه مركز الكتلة، يعني في اتجاه مركز الجسم. بشكل عام لأي كوكب وزن للأجسام عليه، قوة الكوكب التي يؤثر فيها على الأجسام تساوي كتلة الجسم في مجال الجاذبية لهذا الكوكب، أي نفس قانون الوزن اللي تعرفنا عليه في السابق. الوزن على الجسم على كوكب نزن عليه تساوي كتلة الجسم التي اتفقنا أنها ثابتة لا تتغير في مجال الجاذبية الأرضية لهذا الكوكب. لكوكب الأرض شدة المجال الجاذبي عند سطح الأرض تسارع الجاذبية أسميناها، وكانت تساوي 9.8 متر لكل ثانية تربيع، واتجاهه باتجاه مركز الأرض. نطبق هذه العلاقات بمسائل وأمثلة حسابية. السؤال الأول: احسب مجال الجاذبية الأرضية عند سطح الأرض، عند سطح الأرض. الآن أن متوسط نص قطر الأرض 6.38 × 10^6، هذا نص قطر
الأرض، وأن كتلة الأرض اللي هي 5.98 ضرب 10 هو 24 كتلة الأرض أمي، وأن ثابت الجذب الكوني اللي تعاملنا معه في السابق 6.67 ضرب 10 قوة سالب 11. هذه المعطيات راح نعوضها ونحسب تسارع الجاذبية الأرضية عند السطح للأرض. عند السطح اتفقنا هناخد تسارع ثابت الجذب الكوني نضربه بكتلة الكوكب اللي هو الأرض التي نزل عليها على البعد عن مركز الكوكب كونه عند السطح، هناخد نص قطر الأرض تربيع. ثابت الجذب الكوني 6.67 ضرب 10 قوة سالب 11 ضرب كتلة الأرض 5.98 ضرب 10 قوة 24، كل هذا على نص القطر تربيع 6.38 ضرب 10 قوة 6 والكل هذا تربيع. نذكر بالزر على الحاسبة اللي هو ضرب 10 أس إكس، هذا الزر بيسهل علينا الحساب على الحاسبة، يعني نكتب على الحاسبة 6.67 ندوس على الزر ضرب 10 أس إكس نعبي الأس سالب 11 بعدين ضرب 5.98 ندوس على الزر ضرب 10 أس إكس نحط 24 على 6.38 ندوس على الزر ضرب 10 أس إكس نعبي الأس 6 وندوس على زر الأسس ونعبي 2 وهيك ما بلزمنا القوس. أما إذا استخدمنا الطريقة العادية في التعبير عن الأسس ضرب 10 أس 6 لابد من استخدام القوس، هون راح يطلع معنا تقريبا على الحاسبة 9.8 والوحدة لتسارع الجاذبية الأرضية متر لكل ثانية تربيع. سؤال ثاني، هذا السؤال جاء في أحد الاختبارات الماضية في التحصيلي، ما مقدار تسارع الجاذبية الأرضية بوحدة متر لكل ثانية تربيع عند ارتفاع 9.6 ضرب 10 قوة 6 متر؟ إذا علمت أن نص قطر الأرض 6.4 ضرب 10 قوة 6، وبشكل مبسط حنأخذ تسارع الجاذبية أو مجال الجاذبية عند ارتفاع نرمز له بالرمز A، اتفقنا أنه بساوي تسارع الجاذبية الأرضية عند سطح الأرض في النسبة اللي هي نص قطر الكوكب على البعد عن مركز الكوكب بعد الارتفاع، وكل هذه النسبة تربيع. راح نعوض تسارع الجاذبية نخليه بدلالته ونروح هون ناخذ نص القطر اللي هو 6.4 ضرب 10 قوة 6 على الارتفاع 9.6 ضرب 10 قوة 6 وكل هذا كان تربيع. حنختصر ضرب 10 و 6 ضرب 10 و 6 الفاصلة بتروح مع الفاصلة على 8 فيها 8 على 8 فيها 12 على 4 فيها 2 على 4 فيها 3. صف الجواب تسارع الجاذبية الأرضية برة والنسبة اللي هي 2 على 3 الكل تربيع، والناتج حيكون 4 على 2 تربيع 4 3 تربيع اللي هي 9، وهذا كله الكسر مضروب بتسارع الجاذبية الأرضية عند السطح. سؤال آخر، إذا كانت كتلة رائد فضاء 80 كيلو جرام، هذه الكتلة للجسم، وقد فقد 25% من وزنه عند نقطة في الفضاء، فما شدة مجال جاذبية الأرض عند هذه النقطة؟ أولا يجب أن نوجد وزن الجسم عند السطح، الوزن عند السطح، وزن الجسم عند سطح الأرض كما اتفقنا في السابق بساوي كتلة الجسم في تسارع الجاذبية عند السطح. كتلة الجسم 80 كيلو جرام ضرب تسارع الجاذبية عند السطح 9.8 متر لكل ثانية تربيع، وهذا الناتج على الحاسبة 784 نيوتن، هذا وزنه عند سطح الأرض. احنا الآن بدنا وزنه عند نقطة في الفضاء. الوزن عند نقطة في الفضاء
حيكون يساوي الوزن عند النقطة. اتفقنا انه خسر 25% من وزنه، ما دام خسر 25% اذا المتبقي كم؟ 75%. 75% لما نتعامل مع النسب المئوية بنرجعها للاساس 75%، يعني 75 على 100 راح نضربها بالوزن عند السطح، وهيك بنكون اوجدنا وزنه عند هذه النقطة، لأنه خسر 25% المتبقي إذن 75% من وزنه. هذا الناتج حيعطينا 588 نيوتن. بهذه الكيفية احنا حصلنا على وزن هذا الجسم عند هذه النقطة، لكن المطلوب شدة مجال الجاذبية الأرضية عند هذه النقطة. احنا اتفقنا انه العلاقة بين الوزن والكتلة ان الوزن بيساوي الكتلة ضرب مجال الجاذبية الأرضية. الآن احنا بدنا مجال الجاذبية الأرضية عند النقطة، فبالتالي راح ناخذ الوزن عند هذه النقطة، الوزن عند النقطة، ونقسمها على الكتلة. واتفقنا فيما سبق ان الكتلة ثابتة لا تتغير، الثمانين اللي هي الكتلة لن تتغير، حنستخدم الثمانين هنا كمان مرة، لكن الوزن الجديد عند هذه النقطة اللي هو 588 نيوتن. لما نقسم 588 على 80 راح يعطينا الجواب تقريبا 7.35% متر لكل ثانية تربيع. لاحظ انه عندما ارتعدنا عن الارض قلت الجاذبية وقل الوزن، هذا مجال الجاذبية عند النقطة. تعلمنا في هذا الدرس لكل جسم أو كوكب مجال جاذبية حوله يمكن حسابه من العلاقة. رح نأخذ مجال الجاذبية للكوكب يساوي ثابت الجذب الكوني مضروب في كتلة الكوكب أو كتلة الجسم على البعد عن مركز الجسم أو مركز الكوكب تربيع. المجال الجاذبي إذن يساوي ثابت الجذب الكوني مضروبا في كتلة الجسم مقسوما على مربع البعد عن مركز الجسم، والاتجاه دائما باتجاه القوة واتجاهه في اتجاه مركز الكتلة أو مركز الجسم. يمكن حساب مجال الجاذبية الأرضية عند أي ارتفاع من العلاقة. هذا مجال الجاذبية رمزنا له بالرمز A عند ارتفاع R يساوي مجال الجاذبية عند السطح مضروب في النسبة نص قطر الأرض على البعد عن مركز الأرض الذي نجد عنده هذا المجال، وهذه النسبة تربيع. إذا كل ما ارتفعنا عن مركز الكوكب فإن مجال الجاذبية له يقل، إذا الوزن عليه يقل، وإذا ابتعدنا كثيرا نصل إلى انعدام الوزن، أي لا توجد قوى تماس تؤثر في الجسم حينئذ. تدريب بيتي سؤال 15 صفحة 203 وسؤال 49 صفحة 209، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.